ديالك وعن السلام ديالك قل لي قل لي مسلك مسلك العدل العدل المخلص المخلص الأمين هنا جينا باش نأديو اليمين القانونية ونسحبوا القرارات ديالنا ديال التعيين من مكتب النيابة العامة. هذا هو الفرج الأول ديال النساء اللي تعيين بمباركة من تعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا فوج أول في تاريخ المملكة اللي كتعين فيه عدول نساء بالمملكة، وحنا راهما شقائق الرجال. هي قيمة مضافة، انا كنساء كنشوفهم ديما، كنشوف كعدلة هي زميلة وفي جميع الميادين، كما كيشوفها القاضي كزميلة، وكما كيشوفها المحامي كزميلة، وكما كيشوفها الموثق كزميلة. فما كيمنعش بان الاستاذة اللي غادا تكون معايا تمارس معايا المهنة وتمارس معايا الخطة ديال العدالة. منافسة ايجابية، منافسة ايجابية، لان النساء اكثر تدقيقا واكثر ملاحظة، فهذا قيمة مضافة لخطة العدالة. المستوى ديال التخرج على مستوى المملكة كاملة، ماشي على مستوى الدار البيضاء بوحدها، على مستوى المملكة كاملة وعلى مستوى حتى المناطق البوادي والحواضر اللي كاينة في المملكة. طريقة العمل؟ طريقة العمل اللي منصوص عليها في القانون 603 ديال خطة العمل. ممكن تشرح لي الطريقة ديال العمل؟ أنه كيكون مكتب يضم عدلين، سواء هاد العدل إما غيكون عدل رجل أو عدل امرأة، وكيتلقاو. لا ماشي ضروري من عدل الرجل، لا ماشي ضروري من عدل الرجل، تقدر تكون عدل امرأة وعدل امرأة في مكتب واحد. غير التلقي كيكون ثنائي في هاد الحالة اللي كينص عليها في القانون 1603. في ظل القانون 1603 تقوم بنفس العملية بدون حضور الرجل، بدون حضور الرجل، لأنه ما كاينش قانون اللي كينص أن خصو يكون الرجل باش تلقى هذيك الإشهاد أو الشهادة. الفرق بيننا وبين النوطير، النوطير كيخضع للقانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، التوثيق العصري. أما خطة العدالة فهي كتخضع لقانون 1603. لا حنا حتى حنا عندنا قانون 1603 ماشي شرعا، اما غير الشرعي، حنا كنهضروا في المجال الشرعي، كنهضروا على العقار غير محفظ اللي ما كيمارسوش الموثق، ولكن حنا النصوص الشرعيه ودابا مدونه الحقوق العينيه كتحيلنا على الفقه المالكي في حالة إلا كانت شي حاجة منصوص عليها في مدونة الحقوق العينية أو في القانون الالتزامات والعقود، فكيخلينا نرجعوا للفقه المالكي بما جرى به العمل والمشهور في الفقه المالكي. صفة ديال عدل الموثق أن السيد العدل كيقوم بالتوثيق، يعني مهنة التوثيق العدلي، كل ما له مجال بالتوثيق، يعني التوثيق في المعاملات المالية، المعاملات العقارية، معاملات البنك، تأسيس الشركات، يعني كل ما له علاقة بالميدان التجاري والعقاري والمالي، وطبيعة الحال كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية. يعني اختصاصات ديال السيد العدل يتلقى جميع الإشهادات جوا وبرا وبحرا. القيمة المضافة اللي غنزيدوا لهذه المهنة أننا غنخدموا جنبا إلى جنب شقيقنا الرجل، يعني يكون هنا واحد التكامل، يعني مساندة ومؤازرة بشقيقنا الرجل في هذا الميدان. إذا فبطبيعة الحال احنا كنطالبوا بتطوير المهنة والحداثة ومواكبتها مع التحديات اللي كيعيش العالم مؤخرا، يعني أن الوثيقة العدلية خاصتها هي تخرج، أنها تخرج الميدان بما تحققه بالأمن التعاقدي وسرعة المعاملات، يعني ما نبقاوش حنا كيما نحافظوا على ديك البطء ديال الوثيقة العدلية، يعني من واحد المراحل اللي حنا بغيناها تكون أنها من يولجنا للمهنة، يعني تيسير ولوج المرأة لممارسة مهنة الخطة العدلية. يعني خصنا الآليات والضمانات باش نزيدوا هذا المعنى، لأن المهنة ليست يسيرة، المهنة فيها تحديات، خاصة أننا كنحتكوا بالمواطن. يعني حنا عندنا مرفق العمومي، المواطن كيجي عندك، يعني بما يلعبه السيد العدل في مجال الامن التعاقدي، وحتى في الدور الطلائعي اللي كيلعبوا، مثلا ان الملف يقدر يمشي للمحكمه، ان فوا يجوا عندنا المواطن قدروا حنايا يستطع انه العدل انه يوثق ليه الوثيقه بدون ولوج الى القضاء، لانه من مساعدي القضاء. بالنسبه للزواج والطلاق، يعني بعد صدور فتوى من المجلس العلمي انها مهنه
كباقي المهن، مهنة قانونية. بالنسبة للجانب ديال حضور المرأة أو امرأتين عدل إلى جانب الرجل العدل، يعني الصفة هي الإشهاد والتلقي، يعني ما بقاش احنا كنهضروا على المرأة كصفة عدل، يعني ماشي التبرير، يعني السائد اللي كان سائد، يعني التبرير اللي كان سائد سابقا على ان يعني وجود مرأتين يعادل الرجل، يعني لما ما هو معروف في الفقه ديالنا المالكي، يعني احنا يعني الصفه كتلتزم المرأة، الصفه هي كعدل صفه، يعني وجود وحده راه فيها وجود ديال الصفه كافية. كافيه. ويعني راه المجلس العلمي راه بث في القضيه، ويعني وحد النقاش وفهاد الموضوع ديال المنافسه، يعني المنافسه في حد ذاتها راه تكون حافز ديال العمل والحافز ديال الاجتهاد وديال الابداع. كل مجال ملي كتكون فيه المنافسه راه كيكون فيه الابداع وتكون فيه التجديد وتكون فيه الاجتهاد، يعني المثابره، يعني الاختصاصات ديال الموثق العصري واضحه وبينه، والاختصاصات ديال العدل حتى هي واضحه، لان جميعا كنكتبوا في مجال التوثيق العدلي، جميعا كنبغوا النهوض في المجال سواء العقاري ومجال المعاملات الماليه، اضافه الى المعاملات الاسريه اللي كتختص بها الساده العدول، يعني في مجال الزواج والطلاق والمجال الاسري. يعني كنشوف ان الاختصاصات شاملة واسعة بالنسبة للجنس، إلا الجنس الرجل ديال المرأة العدل، ولا بالنسبة للجنس ديال الرجل. إذا ما يكونش التداخل في الاختصاصات ديالكم، كل واحد الاختصاص ديالو. كل واحد، حنا عندنا اختصاصات متشابهة ومتماثلة بالنسبة للموثق العصريين وبالنسبة للعدول، يعني كل واحد راه كيبين الاجتهاد ديالو والمثابرة ديالو في المجال ديالو. بالنسبة للمجال العملي، يعني حنا كما كيقول المثل جايين معولين على كل شيء، يعني الإنسان أنه عنده واحد الطاقة وعنده واحد الباجاج اللي جايبوه معاه على اساس باش نثبتوا راسنا كاول فوج نسائي، وباش ان شاء الله نكونوا قيمه مضافه للمهنه، و يعني كيقول لك النساء شقائق الرجال، ولما لا نكونوا صوره مشرفه للمهنه. انا كنشوف راسي عدل موثقه، يعني بغض النظر على الجنس ديالي امراه او ذكر، كنشوف راسي عدل موثقه كتقوم بواحد المهام اللي خولها ليا قانون 1603 اللي معروف انه ما كانش حكر على الرجال، لان ما كاينش بين الشروط ديالو الذكوره، يعني كما كيقول الله سبحانه وتعالى ان ابغض الحال عند الله الطلاق. حنا كنحاولوا يعني العدل كيتميز انه كيدير النصح، كيدي النصح والارشاد بالنسبه للناس، ولما لا حالات اننا نتفاداو ويكونوا فيهم طلاق ونحاولوا نعالجوهم في المكاتب ديالنا قبل الوصول الى المحاكم ان شاء الله. كاينه عزيمه ان شاء الله قويه واراده صلبه، لان احنا عارفين بلي المهن الحره ماشي شي مهن اللي هي سهله، كتطلب الجهد والصبر، وان شاء الله غنكونوا في المستوى. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي عدل من عدول مكناس، وقد حقيقة في هذه المهنه ربما ما يقرب من نصف قرن، ويسرني ان تكون بنتي اكرام بن ناصر، حقيقه اتمنى لها كل توفيق. والوثيقه العدليه اصبحت حقيقه ليست تلك الوثيقه التي كانت تقتصر فقط على الاشهاد وادراج الشهاده في مذكره الحفظه، وكنا نجيب قديما والتحرير فقط، هذه مهمه العدل القديم. اما الان اصبحت الوثيقه التسجيل، النظام الضريبي، المحافظه، اصبحت الوثيقه العدليه حقيقه. لذلك هذا الفوز تبارك الله الذي اصبح حقيقه فوجا، يعني له من القانون وجهه نظر من القانون نزع الملكيه، وكذلك القانون التزامات والعقود، وكذلك القانون ماشي بالاضافه الى القانون 1603، لا، اصبح العدل حقيقه شامل تام الوثيقه حقيقه. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقهم جميعا، وشكرا لكم جميعا. لأكيد أننا نفتخر ونعتز بالانضمام ديالنا لهذه المهنة العريقة، مهنة التوثيق العدلي، وبإذن الله يكون هذا الفوج بنسائه ورجاله إضافة نوعية للتوثيق عموما بالمغرب، وإن شاء الله نضمن استقرار المعاملات وضمان مزيد والمزيد من الأمن التعاقدي إن شاء الله. شكرا.